حياكم الله إنما كنتم مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. قالت اللجنة المالية النيابية إن موازنة العام المقبل تتراوح بين 100 و120 مليار دولار في ظل أسعار النفط في الأسواق العالمية الحالية. وأضافت اللجنة أنه ينبغي إرسال الموازنة قبل 15 من الشهر الحالي إلى البرلمان، موضحة أنه بعد انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية ستنخفض مبالغ الموازنة أيضاً، وأن العجز المتوقع في موازنة العام القادم يجب ألا تكون أكثر من 7 مليارات. حذر مصرف الرشيد موظفي الدوائر الحكومية من عصابات تدعي ارتباطها بالمصارف الحكومية. قال المصرف إن هذه العصابات تقوم بسرقة الرواتب من خلال إرسال رسائل نصية بإضافة مبلغ مالي للرصيد، طالبين تزويدهم بالرقم السري الذي يمكنهم من سرقة الراتب. وأكد المصرف في بيان أنه لا علاقة له بذلك، مشددا على ضرورة عدم إعطاء الرقم السري لأي شخص كان. حذر خبراء اقتصاديون من غياب التخطيط الحكومي في العراق لمواجهة تحديات الأمن الغذائي بالتزامن مع استمرار تراجع قيمة الدينار العراقي أمام الدولار. هذا وأوضح الخبراء أن المشاكل والأزمات الحياتية لفئات وشرائح أو لفئات وشرائح اجتماعية كثيرة وصلت إلى حد يعجز فيه البعض عن تأمين قوته اليومي، ما يعكس فشلاً وإخفاقاً واضحاً وغياباً فاضحاً للدور الحكومي الذي اكتفى بإطلاق الوعود والشعارات والاستعراضات الإعلامية غير المجدية. سجل شهر تشرين الثاني الماضي انخفاضاً طفيفاً في مؤشر أسعار الغذاء العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو، مسجلاً تراجعاً للشهر الثامن على التوالي منذ ارتفاع قياسي في آذار الماضي عقب الغزو الروسي لأوكرانيا. هذا وأوضحت المنظمة الأممية أن القراءات المنخفضة للحبوب واللحوم ومنتجات الألبان في شهر تشرين الثاني عوضت ارتفاع أسعار الزيوت النباتية والسكر، حيث ساهم تمديد اتفاق بوساطة الأمم المتحدة وتركيا لتصدير الحبوب من أوكرانيا مدة 120 يوماً أخرى الشهر الماضي ساهم في تراجع المخاوف بشأن تعطيل الحرب للتجارة الضخمة عبر البحر الأسود. أعاد صندوق النقد الدولي النظر بتوقعات النمو الاقتصادي العالمي لعام 2023، حيث تراجعت هذه التوقعات إلى أقل من 2% جراء تزايد المخاطر الاقتصادية العالمية. ومن المقرر أن يحدث صندوق النقد الدولي توقعاته للعام 2023 خلال شهر كانون الثاني، لكن إدارته لفتت إلى أن الوضع الاقتصادي تراجع أخيراً استناداً إلى ما تم ملاحظته سواء بالنسبة لمعنويات المستهلكين أو المستثمرين. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.